wants to be at. Still undefeated and still WBC champion of the world, Devin the Dream Haney. سيدافع ديفين هيني بطل الدبليو بي سي الحالي للوزن الخفيف عن لقبه ضد رايان غارسيا، ومن خلال هذا الفيديو سنوضح أهم ما يميز كل ملاكم على الآخر، تاريخه وسجله وفرصة الفوز لكل منهما. أولا ديفين هيني، حصل هيني على الميدالية الذهبية منذ عام 2019 عندما تغلب على زاور عبد اللطيف. دخل في مرحلة الهواء إلى أن خاض أول نزال احترافي له في عام 2015، وقاتل جورج كامبوس جونيور في أستراليا في يونيو من عام 2022 متغلبا على الأسترالي ليفوز بأحزمة WPA IPF WPO ليصبح البطل الأوحد بلا منازع. وأيضا فاز في نزال الإعادة من نفس العام، وأيضا فاز هيني على فاسيلي لوماتشينكو في منافسة متقاربة ليحتفظ بالأحزمة. رايان غارسيا، أصبح غارسيا محترفا في عام 2016 وأوقف لوك كامبل الحصول على لقب الدبليو بي سي المؤقت للوزن الخفيف، ولكن الإصابات ومشاكله الصحية والعقلية أوقفت زخم هذا الشاب. بعد فوزه على إيمانويل كيغو وفورتشونا، واجه غارسيا جورفانتي ديفيس في معركة من العيار الثقيل وتم إيقافه في 7 جولات. وكنا قد أوضحنا في فيديو سابق على القناة تحليلا لما قبل نزال تانك ديفيس ورايان غارسيا، وأشرنا إلى نسبة الفوز لصالح تانك ديفيس، وتم بالفعل الفوز. تلقى رايان غارسيا أول هزيمة في سجله النظيف، وكانت بالضربة الفنية القاضية في الجولة 7. سقط رايان في الجولة 2 و7 وأنهى الحكم توماس تايلور النزال. بعد قتال ديفيس حصل غارسيا على مدرب جديد وهو ديريك جيمس، مما أدى إلى إزالة جو جونسون من الصورة. لقد تغلب على أوسكار دواتري في ديسمبر الماضي بالضربة الفنية القاضية. دواتري فرض سيطرته في كثير من الجولات، إلا أن الليفت هوك كان له دور في قلب الطاولة على دوارتري، وهذه هي أهم لكمة مميز بها رايان على الإطلاق. دوارتري أرضا وأنهى الحكم جيمس جرين النزال. أثار غارسيا الجدل حول أنه يريد مواجهة هيني، كما حاول مواجهة رولاندو روميرو، وصارت المفاوضات على نزال هيني، واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي حول النزال، إلى أن تم الاتفاق على النزال في 20 من أبريل القادم. وهذه هي الفرصة التي يستعد غارسيا للقتال من أجل لقب عالمي كبير مرة ثانية أمام ديفين هيني. الإمكانيات: كلاهما على دراية ببعضهما البعض، وتقاتل الاثنان على مستوى الهواء 4 مرات وتعادلا في مجموع النزالات، أي كانت المستويات متقاربة بينهما. أما الآن يتنافسون على المستوى الاحترافي، ولكن هناك فرق كبير بين الإمكانيات بين الماضي والحاضر، وخاصة في الفترة الأخيرة. هيني بطل الدبليو بي سي وورلد سوبر لايت ويت، لديه 31 انتصارا منها 15 بالضربة الفنية القاضية وسجل نظيف بلا هزيمة، خاض 210 جولات احترافية ومعدل فوز بالضربة الفنية القاضية بنسبة 84%. أما رايان لديه 24 انتصارا منها 20 بالضربة الفنية القاضية وهزيمة واحدة، خاض 100 جولة احترافية ومعدل فوز بالضربة الفنية القاضية بنسبة 83%. كلا الملاكمين نفس الطول وفرق بسيط في طول الذراع، وأيضا نفس الوقفة القتالية اليمنى الأرثوذكس،
لكل منهم لكمة مميزة بمثابة سلاحه الذي يجلب له النصر. هاني يتميز بالمستقيمة اليمنى، أما ريان مميز بالخاطفة اليمنى أو اليسارية، ويكون مميزا بها جدا أثناء الانسحاب للخلف يمينا أو يسارا، وكانت من أهم أسباب التغلب على جوارتي الانسحاب وتسديد اللكمات الخاطفة. فهو دفاع جيد يعتمد على طول الذراع وخفية الحركة. الوحيد الذي تعامل معها جيدا هو تانك ديفيس، كونه ملاكم يساري ودفاعه الجيد واللكمات التي سددها على مستوى الجسد لفتح دفاعات ريان لتأتي اللكمة اليسارية من ديفيس لتنهي أحلام البطل الشاب. وهنا يأتي دور هاني. بعد أن قدم مستوى ونزالا رائعا أمام ريس بروغري، هيمن فيه على النزال كاملا ولم يستطع بروغري مجاراة هاني في النزال كاملا، وكان قد سقط بروغري في الجولة الثالثة وفاز هاني بإجماع القضاء. وكنا قد قدمنا تحليلا لهذا النزال أيضا، قدمناه في التوقعات وأوضحنا نسبة الفوز لكل من الملاكمين على القناة. وفي كل الأحوال إذا قاتل بنفس هذا الأسلوب والتركيز سيفوز على ريان بكل سهولة. إذا ركز على الجسد، اللكمات التي على مستوى الجسد لريان، أتوقع لن يقدر ريان على إكمال النزال، ومن المحتمل أن ينسحب. ريان لديه اضطرابات غير متوازنة في هذه الفترة، ومتابعيه لاحظوا هذا على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت هناك مخاوف بشأن وضع غارسيا بسبب الانفجارات المثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. طلبت لجنة نيويورك الرياضية إجراء اختبار تقييم عقلي له، ولكن حتى الآن لا تزال المعركة مستمرة لمواجهة ديفين هيني. المستوى الذي قدمه هيني أمام لوماتشينكو أثار الكثير من الجدل، وتمنى أن يركز هيني ويستفيد من هذا الدرس، حيث أن الكل أجمع أن حقية الفوز كانت للوماتشينكو. أستطيع القول بأن كلا الملاكمين فكهم ضعيف، رأينا لكمات لوماتشينكو المؤثرة على هيني، وأيضا في نزاله المثير أمام جورج ليلوس. ونفس المشكلة أيضا لريان غارسيا، ولكن ريان ضعيف على المستوى البدني، أي اللكمات التي تكون على مستوى الجسد. هنا هيني عليه حماية فكه جيدا، وإلا سيتعرض للكمة خاطفة ممكن أن تقلب الموازين. هيني حاليا لديه ثقة وعلى دراية جيدا بأسلوب ريان، وهذا اختبار سهل له، لأن الاختبار الأصعب سيكون مواجهة تانك ديفيس. هذا الوزن أصبح مشتعلا الآن، بل هو الأفضل على الإطلاق حاليا بسبب النجوم الحاليين والصاعدة، مثل ما شاهدناه أول الشهر نزال إيساك روز ورولي روميرو. أتمنى أن نرى نزالا جيدا ونرى اتزان من ريان أثناء النزال، وكل التوفيق لكلا الملاكمين. هذا التحليل من وجهة نظري، فإن كانت لديك وجهة نظر أخرى فهذا أمر جيد لي لكسب الخبرة منكم جميعا. ادعمونا بالاشتراك في القناة والمشاركة برأيك في التعليقات، فلكم كل الاحترام وحرية الرأي. وفي النهاية سلام الله عليكم جميعا.